السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سنس. أدعوكم صفحنا تعلم من سلسلة تعلم النظام لينكس في الحلقة 45، بعض المفاهيم والأوامر الجديدة. أولا أحب أن أشكركم للمشاهدة ومتابعة السلسلة بإكمالها ومشاركتها مع أصدقائكم وزملائكم في التواصل الاجتماعي. ثانيا أحب أن أقول في بادئ الأمر أو بداية إنشاء هذه السلسلة لتعلم نظام لينكس، لن نعتقد يوما ما سوف نصل إلى الحلقة الحالية وهي حلقة 45 من تقديم الاستفادة لكم والاستفادة والمنفعة لكم أكثر وأكثر إن شاء الله، وإن شاء الله نستمر إلى الحلقة 50 لتقديم الاستفادة لكم أكثر وأكثر ونزودكم بروابط أكثر لتستفادوا. الآن نقوم في كتابة الID والذي تعرفنا عليه في الحلقة 44. كما شاهدتم هنا اليوزر ID أو اسم المستخدم أو معرف المستخدم، وهنا معرف الجروب أيضا، وهنا أيضا الجروب وإلى آخره من هنا. الآن سوف نتعرف على هذه الأوامر أو الرموز أو النصوص ما هي. أولا نقوم في كتابة cat slash etc، هنا للذهاب إلى عمل ثم جروب نقوم في كتابته هنا. بعد أن نقرأ على إنتر هنا يخرج لنا جميع الجروبات التي ننتمي إليها. كما تشاهدون السرمد الآن ينتمي إلى هذا الجروب والروت أيضا لا الروت الحال، وهنا أيضا ننتمي إلى هذا الجروب سكانر. للتأكد كيف ننتمي إلى الجروبات نقوم في كتابة بايب ثم كريب سرمد اسم المستخدم. الآن كما تشاهدون سرمد ينتمي إلى هذا الجروب أو الجروب الحالي والحالي أيضا وهكذا. الآن نذهب إلى أمر جديد، نقوم في عمل كلير، نقوم في كتابة ID. تعرفنا على الأمر بأن هذا اسم معرف رقم اسم المستخدم واسم المستخدم ورقم الجروب أو معرف الجروب والجروب أو مجموعة الجروبات التي ننتمي إليها هنا، وهذه الجروبات التي نحن بها ننتمي إليها. الآن لدينا إيكو شيل وهي تقوم في طباعة الشيل ومسار أين تواجد. الآن يوزر بين ZSH هنا في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان يخرج لكم هذا هو باش المربع الأسود الذي نقوم في كتابته اسمه باش. الآن كيف لنا أن نتأكد من جميع هذه الأوامر وما فائدة الشيل والID في هذا الملف الذي سوف نتعرف عليه؟ نستطيع من كتابة كاد نذهب إلى ملف etc وهنا نقوم في كتابة ليس جروب، نقوم في كتابة باسورد. هنا يخرج لنا جميع أسماء المستخدمين في هذا النظام ومن بإخراج لنا. ماذا تعني؟ الآن ممكن نوضح أكثر، نقوم باستخدام أيضا كريب وثم أيضا نستطيع من استخدام ألف أو نقوم بكتابة السرمن. الآن إنتر. الآن عدنا لكم في الفيديو بعد انقطاعنا الصغير. الآن هنا اسم المستخدم كما تشاهدون، وهنا الباسورد في الحرف X أو قلف X، وهنا الألف تدل على اليوزر ID واليوزر جروب أي رقم معرف المستخدم ورقم معرف الجروب. وصلنا الساعد هنا الاسم الكامل أو معلومات عن النظام، وثم لدينا الاسلاش هوم اسلاش يوزر أو اسلاش هوم اسلاش اسم المستخدم. وهنا حاليا نقوم باستخدام السرمن مثلا يكون أحمد أو روت أو إلى آخره. وهنا اسلاش يوزر اسلاش بن اسلاش زد اس اتش هنا تواجد مكان الباش أو الشيل الذي نقوم باستخدامه مثلا في هذه الحالة زد اس اتش لدينا. الآن نذهب ونرى كيف يكون الباش. كما تشاهدون هنا البين سلاش باش، هنا نقوم في شرح عليه
اسم المستخدم هنا هو اكس الرقم او الباسورد، وهنا رقم اليوزر او المستخدم، رقم الجروب، والسيستم ادمنستريتور هي الاسم الحقيقي او اسم الكامل للجروب للمستخدم. هنا سلاش هوم سلاش سيستم ادمن، هنا نضع الاسم اليوزر، وهنا بين باش اسم الحقل المصدم في سطر الأول. نذهب إلى قناة أخرى. الآن نذهب وفي روت، نذهب إلى روت صدق سيو. نقل أولا قبل الذهاب إلى روت لنذهب ونقرأ ملف ثاني كات سلاش etc سلاش شادو، وهو شادو يقوم بعرض الباسورد لنا بشكل مشفر او كلمة السر بشكل مشفر. شادو الان شادو تمت شادو permission denied. نذهب الى الروت سودو، هنا بكتابته بشكل خطأ سودو. الآن نقوم بكتابة الباسورد أو كلمة السر. الآن بعدها قمنا بكتابة كلمة السر والإنتهاء، كما تشاهدون يقوم بعرض لنا الباسورد ولكن بشكل مشفر. كما تشاهدون هذا اسم المصدم، وهنا الباسورد أيضا، وهنا 18955 بداية يوم إنشاء الباسورد. وأي شخص يحب أن يضيف أو يعلم إلى متى يعود هذا اليوم 18955 ليقوم بكتابة التعليق لنا. هنا 0 و 999 نتعرف عليه لاحقا، وهنا 7 تدل على التحذيرات. الآن نذهب إلى جوجل كروم لنقوم بشرح هنا ونتعرف عليه أكثر. هنا سيستم ادمن، كما تشاهدون هذا اليوزر نيم او اسم الاكونت. الان عدنا لكم بعد استراحة قصيرة او انقطاع الفيديو. الان هنا كما شاهدتم هنا اسم المستخدم، وهنا لدينا الباسورد الكلام المشفر، وهنا last change او اخر تغيير او اخر تعديل على الباسورد. هنا هذا الرقم الذي كان 18 لدينا، وثم أيضا هنا كما تشاهدون عدد الأيام 16 تعود إلى 1907، وهنا أيضا مينيموم أو عدد الأيام التي يسمح بعدها تغيير الباسورد أو كلمة السر. هنا لدينا ماكسيموم عدد الأيام التي لا يجوز تجاوزها لتغيير كلمة السر، أو الحد الأقصى يجب تغيير كلمة السر إليه. وهنا أيضا لدينا الوان هي التحذير، 7 أيام يقوم بتحذيرنا وإرسال لنا إشعارات، وهنا inactive أي إن تجاوزنا التحذيرات 7 مرات يقوم في إرسال، يقوم في إيقاف الحساب أو قفل الحساب لوكيت كما تشاهدون. هنا إن تجاوزناها في 60 يوم. هنا الآن هذه التحذيرات لنا صلاحية في كل 7 أيام أو أسبوع تقريبا نغير كلمة المرور، ويقوم في تحذيرنا قبل التغيير كلمة المرور، يقوم في إرسال لنا إشعار لتغيير كلمة المرور، وهنا 60 يوم لتغيير كلمة المرور أو الحد الأقصى لتغيير كلمة المرور من خلال 60 يوم. إذا تجاوزنا هذه 60 يوم يقوم بإرسال لنا أو يقوم بإيقاف الحساب أو قفل الحساب إن نستطيع، إلا أن نقوم في تغييره. نقوم في تغيير كلمة المرور ويفتح لنا الحساب من خلال الادمنستريتور،
وهنا لدينا اكسباير administrator تعني المدير. وهنا اكسباير اي عندما نقوم في تغيير كلمة المرور او عندما نقوم في انشاء كلمة المرور التي قمنا بانشاء من 16874 مثلا الى هنا 15 و50 تنتهي الصلاحية. يجب تغيير كلمة المرور من خلال 5 أيام، كل 5 أيام، والحد الأقصى 30. وأي شخص أيضا لديه إضافة أو تعليق اللي يقوم بكتابته هنا لدينا التاريخ كما تعلمنا، وهنا لانتهاء الصلاحيات المستخدمة. ماذا نقوم بتعيين التاريخ لانتهاء صلاحية الموظف المؤقت لدينا أو في الشركة مثلا. وهنا إن لم تعلم ما هي ترجمته تقوم بالذهاب إلى جوجل ترانزليت كما تعلمنا وتقوم في ترجمته. الآن نقرأ لكم الترجمة. عندما يتم توفير الحسابات ذات التواريخ انتهاء الصلاحية للموظفين المؤقتين أو المقاولين، تنتهي صلاحية الحساب تلقائيا بعد آخر يوم عمل للمستخدم. أي إذا انتهت الصلاحية هل يقفل الحساب؟ نعم يقفل، ولكن لا يحذف الحساب، فقط من خلال المدير أو administrator تستطيع من فتح الحساب وتغيير كلمة السر الخاصة به. والحقل الأخير ماذا يعني؟ الآن نتعلم عليه. هنا الحقل الأخير المؤشر في النقطتين أو 4 نقاط. هنا الحقل المستقبل يتم إضافته، في المستقبل يتم إضافته هذه الحقلين. الآن نذهب إلى next أو التالي. هنا كما تشاهدون لدينا user sbn no login. ماذا يعني؟ ال no login لا يعني باش، ولكن يعني من عدم التسجيل في الباش أو من استخدام الشبكة. هنا كما تشاهدون هنا في شرحة ETC Shadow بعض الأحيان يخرج لنا أسترس أو النجمة الصغيرة للدلالة عن الفايل أو الملفات التي لا نصطدمها نحن أو ليست اسم المصطدم مثلا مصطدم بالفعل. ونكس الآن Group Account كما تشاهدون هنا الميل. أولا نتعلم بأن لا يجب حذف جميع الحسابات لأننا لا نعلم ما هي أو ما فائدته لنا. هنا أيضا قمنا بشرح جروب أكاونت، لنقم بشرح مجددا في هذه الصفحة. لدينا مثلا هنا الباسورد لنشاهد كما تشاهدون الباسورد و12 تدل على جروب اي دي أو رقم معرف المجموعة. وهنا ميل وبوست فيكس وهو عدد الأعضاء في المجموعة. الآن كما تشاهدون جريب ميل اي تي سي ايجو. هنا قام بإخراجنا الميل ينتمي إلى هذه الجروب، لدي هذه الجروبات و جيت نت أيضا جروب ميل نفس الشيء تقريبا. الآن لدينا بيونج يوزر انفورميشن قمنا بشرحها أيضا. الآن نستودعكم في هذا الفيديو. قبل الانتهاء هنا لدينا هايفن جي يقوم في عرض الجروب، وهايفن جي كابيتال هنا هايفن جي كابيتال تقوم في طباعة عدد عضويات المجموعات الأساسية والمجموعات الثانوية. الآن كما تشاهدون هنا لنفع مكان نقوم باستخدام كات اي تي سي جروب جريب سيستم ادمن. هنا سيستم ادمن ينتمي الى المجموعة رقم التعريف 4 الخاص بها، وهنا سيستم ادمن ينتمي الى المجموعة رقم التعريف الخاص بها 27، وهنا ايضا اف 1 هي هذه المجموعة. الآن next، وإلى هنا ينتهي الفيديو الخاص بنا. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، تأخر معنا الفيديو تقريبا 14 دقيقة. ومع السلامة.